امبارح كمان اعلنت رابطه دوري كره السله الافريقي تفاصيل بقى مجموعتي اللي احنا بنتكلم النيل والصحراء لبطوله دابال. طبعا كتير من حضراتكم او كتير من الناس بيتابعوها، كان في مؤتمر صحفي اقيم في مدينه لاجوس النيجيريه بيشارك بقى فيها النادي الاهلي بصفته طبعا بطل دوري السوبر المصري، وده برضو انجاز كبير جدا. بيتواجد الاهلي في مجموعه ومجموعه قويه، مجموعه النيل مع عندك بقى يعني بيترو دو لواندا الانجولي وكيب تاون تايجرز بطل جنوب افريقيا، وعندك فريق من أوغندا وعندك فريق من موزمبيق وعندك فريق من غينيا، يعني برضو مجموعة تقيلة. وهتقام المنافسات دي أو منافسات تحديدا مجموعة النيل من الفترة من 26 إبريل لغاية 6 مايو، دي هتكون بصالة الدكتور حسن مصطفى، وهيتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة لنهايات ذا بول اللي هي البطولة اللي هتقام بقى في رواندا الفترة من 21 ل 27 مايو المقبل. كل التوفيق إن شاء الله، إحنا منتظرين منهم الكثير لأن هم قدموا حتى هذه اللحظة برضو يا كريم كتير جدا. صحيح.